فاستمرار للتدخل الأجنبي في الأزمة الليبية وبعد عديد التسريبات التي تثبت مشاركة قوات إماراتية وأمريكية وفرنسية، ها هي العربي الجديد تكشف النقابة عن خبر يفيد بوصول خبراء عسكريين روس هذه المرة إلى المنطقة الشرقية لدعم ميليشيات الكرامة يتم بواسطة مصرية إماراتية. الصحيفة في تقرير لها قالت إن وصول الخبراء يأتي في إطار ما وصفته بالاتفاق بين حفتر والمسؤولين الروس سعيا لتجديد منظومة التسليح وصيانة الأنظمة التي تستخدمها الميليشيات من دفاع جوي وقوات جوية وبحرية بحسب تقرير الصحيفة. ينضم إلينا عبر الهاتف المختص بالشأن العربي محمد زيتوت. سيد زيتوت أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام سيد زيتوت. يعني بعد تدخل بعض الدول قبل هذا الوقت، يعني نفاجأ اليوم بخبر عسكريين روس يصلون المنطقة الشرقية، كيف تقرأ هذا التدخل من قبل الروس لأول مرة بهذه الطريقة على الأقل؟ صراحة أنا لا يفاجئني ذلك، فالروس لديهم خط عملي واضح وهو معادي لثورات الشعوب العربية، معادي لتحرر المنطقة العربية، يخشون من ذلك وهم يعلمون لماذا في واقع الأمر، لأنهم يدركون أن تحرر المنطقة العربية الإسلامية يعني انتقال العدوى إلى الجمهوريات الإسلامية التي تخضع للاحتلال الروسي، سواء ضمن ما يسمى بالفيدرالية الروسية أو ضمن الدول التي كانت معها في الاتحاد السوفيتي وهي مستقلة اليوم استقلال شكلي. هم يدركون جيدا، وهم حربهم في سوريا هي أساسا تبدأ من هذا، أن هذا خط دفاع أول عن روسيا الفيدرالية التي قد تتفكك إذا تحررت المنطقة العربية. وليبيا هي واحدة من هذه البلدان التي يراد لها أن تظل تحت نعال الغزاة أو الطغاة، ودعمهم لحفتر يدخل في هذا الإطار، تعاونهم مع عسكر مصر وأمراء الإمارات يدخل في هذا الإطار، وهذا ليس جديد. أعتقد أن الجديد هو كبر التدخل، بدأ التدخل يكبر أكثر فأكثر. أنا كنت أعرف أو على الأقل طلعت على بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن وجود خبراء روس كأفراد وصرب أساسا وكروات أيضا وأوكرانيين، ولكن أساسا روس وصرب يعملون مع ميليشيات حفتر. نعم، ابقى معنا سيد زيتوت. ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز الدراسات العربي الروسي الدكتور ماجد التركي. دكتور ماجد أهلا بك. مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور سيد ماجد. كيف تقرا التحركات الروسيه ان كانت سياسيه او عسكريه في المنطقه وتدخلها اخيرا في ليبيا، خصوصا بعد تدخلها والتجربه السيئه التي يراها بعض المراقبون في سوريا؟ مساء الخير. اولا خلينا نبدا من الشق الاخر وهو ليبيا، لانه بحكم الموقع الجغرافي للاذاعه والحديث عن الشان الليبي، طبعا احنا نعرف ان ليبيا وللاسف هي الان تتنازعها قوى اجنبيه، يعني المكون الليبي الحقيقي في اداره الشان الامني الليبي نوعا ما غائب، حتى الحضور الليبي في الداخل وللاسف هو اذرع لقوى خارجيه وخاصه الخليفه حفتر، والذي حقيقه في تقدير الشخصي انه يعبث بامن الواقعي والامن المستقبلي لليبيا وخلق حقيقه مساحه من الفوضى. ليبيا أصبحت الآن كما قلت هي مرتع لقوى وتدخلات. الروس كان لهم موقف سابق في بداية الثورة الشعبية في ليبيا، وكانوا ضد القرار الأممي في مجلس الأمن بالتدخل العسكري، لأنهم يعرفون أن هذا سيفضي إلى تدخل دولي واسع وإلى سقوط هيكلية النظام إلى آخره تحت تبريرات معينة قد يكون من المنطق نستوعبها منطقيا بالنظر إلى النتائج والفوضى الآن العارمة في الداخل الليبي، وهي الحجة التي يتحدث عنها الروس فيما يتصل بمساندتهم للنظام السوري حتى لا يسقط كما سقط في ليبيا وكما سقط في العراق والفوضى الناجمة من هذا السقوط. وهذا شكليا نعم، ولكن موضوعيا نتفق ونختلف في كثير من الأمور. قراءة زميلنا الأستاذ محمد حقيقة أحيانا نعطي التبريرات للآخر بقراءاتنا لسلوكه وأفعاله، حينما نقول أن الروس يخشون من ثورات في داخل الجمهوريات الإسلامية التابعة لروسيا ضمن فيدرالية روسيا كأننا نبرر لروسيا هذا الأمر، ولكن هذا متباين تباين شديد جدا،
يعني الجمهوريات التي في الداخل الروسي هي لديها مساحة من الديمقراطية، من الانتخابات، من الصوت الشعبي، من كثير من المساحة التي لا يمكن أن تقارنها بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى جملة من الأبعاد التاريخية والجيوسياسية التي تتدخل في الشأن الداخلي في تلك الجمهوريات. لذلك مثل هذه التعليلات نوعا ما تعطي مبررة لزيادة الطغيان الخارجي، كأننا نبرر لهم بشكل من الأشكال. الحقيقة حقيقة أن روسيا هي تعود إلى المنطقة، ولكن وللأسف الشديد تعود إلى المنطقة من خارج بواباتنا، من خارج مصالحنا. هي عادت إلى المنطقة وللأسف الشديد مثلا من خلال المصلحة الإيرانية في العراق وفي سوريا، ولا أستطيع أن أحدد بالضبط المصلحة المباشرة لعودة بعض الخبراء الروس في الداخل الليبي، ولكنني لا أستوعب شكلا أن تنضم روسيا إلى القوى الموالية لحفتر، لأن هذا يتناقض مع إشكالية الداخل السياسي والأمني في ليبيا. حينما نقول حفتر سنقول مصر والإمارات، نعم هذا واضح، ولكن هذا في السياق الأمريكي وليس في السياق الروسي، ولن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية لقوى أخرى مناكفة لها أن تدخل في نفس السياق. ولكن أنا برأيي أننا نحتاج إلى إعادة دراسة ملفاتنا بشكل مفصل، ونحدد ما هي احتياجاتنا إذا كان لنا مساحة من الاختيار بالنسبة للتعاون مع القوى الخارجية. طيب ابقى معنا سيد مجد التركي. نعود إلى السيد محمد زيتوت. سيد محمد، يعني آخر تدخل في ليبيا قبل تدخل الروس حسب ما رصدت بعض التسريبات مشاركة أمريكية إلى جانب حفتر حسب ما رصدت بعض التسريبات من قواعد جوية في منطقة الخروبة، يعني نعرف ماذا يحصل بين الولايات المتحدة وروسيا في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما سوريا. هل يكون خليفة حفتر نقطة الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا في ليبيا؟ يكون، نعم يكون إلى حد ما. لكن قبل أن أجيب على سؤالك دعني فقط على الأخ الفاضل اللي تحدث، واعتبر أن ما قلت هو تبرير لما يقوم به الروس. في الحقيقة أنا لم أقدم تبرير، وأنا قدمت تفسير، وهو تفسير طبعا معادي لحرية الشعوب، هو تفسير للسلوك الروسي وليس تبرير. لا، السلوك الروسي هو سلوك مدان، هو سلوك غزو. وجودهم في سوريا هو غزو، وجودهم في ليبيا هو غزو، وجودهم ولم تكن روسيا حتى ايام الاتحاد السوفيتي لم تكن مع مصالح الشعوب، كانت مع مصالح الانظمه القائمه انذاك في اطار صراع ثنائي، اطار حرب بارده بين قوتين عظمتين. لكن اليوم روسيا ليست قوه عظمى كما كانت، اليوم روسيا هي قوه، نعم تبقى قوه نوويه، ولكن اقتصاديا هي قوه ضعيفه مقارنه مع دول عديده متعدده تسبقها في ذلك. والقوة العسكرية لم تكن يوما ما هي القوة الحاسمة، ولو كانت كذلك لما سقط الاتحاد السوفيتي. إذا وجود الروس في واقع الأمر يتناقض أحيانا مع المصالح الأمريكية، لكنه ليس تناقض مطلق، بمعنى أن وجود الروس في سوريا حتى وقت قريب قبل قتلهم للمدنيين بالآلاف، وبدأت الناس في الغرب وفي الشرق وفي كل مكان تضج من هذا السلوك الروسي، كان الأمريكيين يعتبرون أن الروس يقومون بخدمة هائلة لهم. الأمريكيين في نهاية المطاف عندما تنظر ماذا يفعلون في الروس، الأمريكيين يقصفون الثوار بدعوى أنهم إرهابيين أو يقصفون جماعات إسلامية سنية اتفقنا واختلفنا معها، لكنهم لم يقصفوا أبدا الميليشيات الشيعية، لم يقصفوا أبدا النظام السوري، لم يقصفوا، عندما قصفوه مرة بالخطأ قامت القيامة ولم تقعد. إذن روسيا في واقع الأمر تقوم بما تريده أو ما يريده الغرب لها في سوريا، ولكنه أحيانا يتجاوز الخطوط فيحدث نوع من القلق. أما في ليبيا فإن الدور الروسي والدور المصري والدور الإماراتي هو ضمن ما هو مرضي عنه في الغرب، يعني لم يكن معقولا أن تقوم عسكر مصر أو مرة الإمارات بقصف طرابلس قبل سنة أو سنة ونصف، قصف طرابلس عدة مرات، وما زالوا يقصفون طبعا بنغازي وعدة مدن أخرى، وأمريكا مكتفية بأيديها ولن تقدم شيء. لو لم يكن ذلك يدخل في إطار ما ترضى عنه أو على الأقل ما لا ترفضه الولايات المتحدة. بالنسبة للروس مرة أخرى يعتقدون أنهم يريدون حصتهم من الكعكة، لا يريدون أن يتم طردهم تماما كما حدث لهم في
ابتداء 2011 نهاية 2011 في ليبيا، عندما بدأ أن الروس وكانوا يخرجون من ليبيا وهي التي كان يبيعونها كل الخردة وكل السلاح من قبل، يريدون العودة بحيث أنهم ينافسون ويتفاوضون على ما يجب أن يحصلوا عليه من الكعكة في المنطقة العربية، خاصة ليبيا الغنية بثرواتها والضعيفة من حيث سكانيا. نعم، نعود إلى السيد ماجد وهو رئيس مركز الدراسات العربية الروسي. سيد ماجد، يعني ذات السؤال نريد معرفة وجهة نظرك عنه، يعني هل يكون حفتر هو نقطة التفاهم والالتقاء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ليبيا، وهل ينقل هذا المعركة مشاركة الروس يعني ينقلها إلى مستوى أخطر ربما؟ سيد الكريم، حفتر هو نسخة مكررة من السيسي في مصر. يعني هناك إرادة لقتل إرادة الشعوب، يعني الدول الكبرى تتحدث عن الديمقراطية ما لم تمس هذه الديمقراطية مصالحها. حينما تمس الديمقراطية مصالح القوى الأجنبية سوف تدوس على الديمقراطية وتقدم الدكتاتورية، وهذا ما تريده الآن القوى الخارجية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، حتى إيطاليا في الملف الليبي، والروس. هي الآن هي تضع مصالحها وتبحث عن الخطوط والأدوات الموصلة إلى هذه المصالح. ونحن نتذكر حقيقة حينما قدمت أمريكا إلى العراق كانت من أجل إنقاذ الشعب العراقي من دكتاتورية صدام حسب ادعاءاتهم، يعني إذاقة الشعب العراقي الديمقراطية. ولكن في بداية في أول انتخابات حينما فاز علاوي وهو شيعي علماني، رفضت الولايات المتحدة نتائج التصويت الشعبي وقدمت نور المالك بالتفاهم مع إيران. إذا داست على الديمقراطية في سبيل مصالحها، ونفس الحكاية ستتكرر في ليبيا. وأرجو أن الشعب الليبي يكون أكثر وعيا بدراسة الحالات السابقة. قضية حفتر يتفق أو يختلف عليه، أنا أتصور يعني هي ليست المسألة، المسألة ما هو الشكل الذي يراد لمستقبل ليبيا. يعني لا يهمنا حفتر اليوم موجود وغدا غير موجود، وإن كنت أرى أنه الخيار الأسوأ، لأنه ترك خردة من السابق يراد أن يلمع وأن يكون حقيقة قائد المسيرة بعد هذه الدماء والتضحيات للشعب الليبي، وهذا الهدم العظيم للبنى التحتية والمكونات الحضارية في ليبيا. نعم. لذلك أنا أقول يعني لا يهمني أن تجتمع هذه القوى على حفتر أو تختلف، ولكن ما يهمني هي المآلات. ما هي الخيارات التي ستطرح؟ هل ستكون حكومة عسكرية على غرار حكومة مصر وتكون لها أجندة وفق هذه الأجندة يأتيها الدعم الخارجي، أم سيكون هذه مرحلة من أجل أن يكون خيار شعبي حقيقي وفق دستور توافقي يتم الاتفاق عليه بين الأطياف في ليبيا، وأن يكون القاعدة للمستقبل السياسي والأمني لليبيا؟ نعم، شكرا لك دكتور ماجد التركي رئيس مركز الدراسات العربية الروسي، كما نشكر السيد محمد العربي زيتوت المختص بشأن العربي.